اجتمع بالمهاجرين والأنصار وكبار الصحابة ثم اطرح ما عندك. وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. انتبهوا، ما كل ما يعلم ويقال وما كل ما جاء أو ما أشيع يحسن قوله. يقول علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع. إياكم ليه؟ والمذايع. من هم المذيع؟ الذين يشيعون كل ما جاءهم خبر أذاعوه. وكالة أنباء سيونيس بس ما أعرف أحتمقها والله ما أعرف أحتمقها. المهم لا يكون طالب العلم وكالة أنباء مثل ما ذكر أخي، يعني عليه يتحرى يتثبت. ولا لا، هذا البلاوي المواقع تضيع كل شيء. أصبحت يعني سواء العادي فتنة، حصل كيت وكيت وكيت، أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة، أخبار كاذبة، أخبار غير صحيحة، أخبار لا تجوز إذاعتها حتى لو كانت صحيحة. فلابد من التحري قبل أن تخرج. ومن نشر أحد الأخبار الكاذبة هو أحد الكذابين، كما قال من حدث بكذب بحديث يرى أنه كذب فهو إيه؟ أحد الكذابين. يقول أحد الصحابة: إنني ما زلت أشعر بأن أظن عبد الله بن أبي. يقول: أنا أشعر أنني ما زلت بأنني قد شاركت في قتل عثمان. انظر إلى حال الصحابة. قالوا: كيف؟ أنت لم تتكلم به. قال: نعم، لكن ما كنت أنكر على الذين تكلموا. يا الله، شوف السيرة العابرة. يقول: أنا أشعر بذنب وكأنني شاركت في دم عثمان. ليش؟ قال: لأنني ما أنكرت على هؤلاء الرعاة الذين كانوا يتكلمون. فإذا لابد من التحري. سيأتي الظن، فإن الظن أكثر الحديث. بئس بقية القوم زعموا. كفى كذبا من حد الكل ما سمع.